هذا ووقعت سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات التحول الرقمي وتبادل أفضل الممارسات والخبراء وتنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، منها برنامج لتدريب 1000 مستفيد في تخصصات الأمن السيبراني والتحول الرقمي وإنترنت الأشياء، واستفادة 25,000 شخص من مبادرة العطاء الرقمي. وقع المذكرة من الجانب العماني معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وعن الجانب السعودي معالي المهندس عبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. مذكرة التفاهم هذه تشمل، هو إطار عام ويشمل على يعني تفاهمات للعمل المشترك في مجالات مختلفة، من ضمنها برنامج التحول الرقمي، من ضمنها تنمية الشركات التقنية الناشئة بين البلدين، ومن ضمنها تبادل المواهب وتنمية هذه المواهب والقدرات. هذه مذكرة التفاهم هي إطار عام، لكن احنا ألحقناها بكذلك تنفيذ مبادرة لتدريب حوالي 1000 مستفيد في مجالات مختلفة، من ضمنها الأمن السيبراني، البرمجة، وكذلك إنترنت الأشياء، وأيضا استفادة حوالي 25,000 شخص من مبادرة العطاء الرقمي. حقيقة الاتفاقية اليوم كان لها ثلاث محاور استراتيجية. المحور الأول حول الحكومة الرقمية والتحول الرقمي الحكومي، والمحور الثاني كان على البنية الرقمية والبنية التحتية الرقمية، والمحور الثالث كان حول يتمحور حول المواهب ومهارات المستقبل في أبناء وبنات البلدين الشقيقين. والحمد لله اليوم كان أول مخرجات هذه الاتفاقية المبادرة السعودية العمانية لمهارات المستقبل، والتزمنا إن شاء الله إلى عام 2025 أنه ندرب 1000 من أشقائنا العمانيين على مهارات المستقبل وبعض المهارات المستقبلية إن شاء الله. والحقيقة الاتفاقية هذه ما هي الامتداد لتكامل بين البلدين الشقيقين، واخترنا نبدأ بمبادرة مهارات المستقبل لأنه رأس المال البشري، يمكن القيادتين الرشيدة في الدولتين ترى أن الاستثمار في رأس المال البشري إن شاء الله ما هو ضياع، وهو يمكن عنصر النجاح أو ممكن النجاح الأول بإذن الله.